السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنعرض فيه تطبيقا يثري معلوماتنا حول السيرة النبوية الشريفة. اسم التطبيق 1000 سؤال وجواب في السيرة النبوية. نذهب إلى جوجل بلاي ونقوم بتحميل التطبيق. بعد تحميل التطبيق نقوم بفتحه على الشكل التالي ونقوم بالبدء. كما تلاحظون أنا هنا في السؤال 48. يقول السؤال: من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب، عبد الأشهل، الوليد بن المغيرة، عبد المطلب وابنه حارث. سنقوم بالإجابة. الإجابة صحيحة، وهنا يقوم التطبيق بإعطائك معلومات عن الإجابة التي أجبت بها. لمواصلة الأسئلة نضغط هنا على استمر. كما تلاحظون نحن هنا في السؤال 49. في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون التطبيق قد أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.